صديقنا الراب لوفر باش نشوفوا اخر مستجدات بالنسبه لمباراه كلاش 170 كيلوغرام نتيجه والتوقيت. نعم اخ سعيد، الان في هذه اللحظه يتم تسجيل هدف من طرف لاعب ديزيدروس، هدف اللي صراحه فاجئ الجميع لانه جاء متاخر في اخر دقائق، من بعد ما اعتقد الكل بانه ربما ديزي تنازل على حق الرد، ولكن في اخر المطاف كيسجل هدف خرافي يعني مستوى لائق، وكان يعني الهدف اللي سجلوه ما ذكرش فيه غير العدو اللدود فقط، بل بزاف ديال الناس واحد اخرين ان بارتو. دابا خص جواب ولا شي مناظره، واش تلقاو الدراري ندير لكم شي كليسه نتوما بجوج هضروا بالمعقول، داكشي ديال علاش انا حقد عليك وداكشي ديال علاش انا كنجاوبك بحال هكا. هذا اقتراح والله الا فكروا فيه ونجلسوا وتبانوا عقولكم عامرين، لانه انا عارف كاين